بعد اعتباره رمزا للثقافة العربية هذا العام من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة أليكسو، وتزامنا مع اليوم العربي للشعر 21 مارس، ها هو قطاع الثقافة بورلا يحتفل بالراحل الشاعر محمد الأخضر السائحي. حقيقة محمد الأخضر السائحي اعتمد هذه السنة من طرف المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية أليكسو كشاعر من فطاحلة شعراء الجزائريين الراحلين، هذا إلى جانب الشاعرة القطرية التي هي على قيد الحياة، وكذلك شاعر أردني. نرجو من الجميع أن ينصفه كعالم درس في الزيتونة، وكمعلم أسس مدارس ورب الأجيال، وكمنشد وكشاعر وكأديب، وفي نفس الوقت كرجل معناها يمثل اليوم بالنسبة لنا رمزية شعرية أدبية عالمية. الاحتفالية تضمنتها قراءات في كتابات الشاعر، وكذا تخصيص جناح لإسهاماته لقيت استحسان عائلة فقيد الجزائر، معتبرين ذلك اعترافا لمجهودات أحد فحول شعراء الجزائر. الشاعر السائحي يعتبر رائد في هذه الأمة، رائد فكر وشاعر عصره بلا منازع. شفنا أوجه وقامات وأساتذة في الأدب، الحمد لله رب العالمين، كلهم حاضرين وكلهم ثمنوا المبادرة هذه. إن شاء الله نتمنى كعائلة وكأحفاد أنه اسم الشاعر يبقى وتسمى عليه مؤسسات علمية وجامعات ومراكز بحوث. لتبقى مثل هذه المبادرات هي اعتراف لمجهودات شاعر خدم وطنه والأمة العربية، وإن رحل تبقى إسهاماته إرث يتداوله جيل إلى جيل.